عبد الملك ميم يقول: هناك بعض الأسر تسارع إلى نعي الميت على صدر صفحات كبيرة وربما في أكثر من صحيفة للمظاهرة في ذلك ونحوه، مع ما فيه من التكلفة بما يدفعون من الأموال الكثيرة، فهل هذا جائز؟ وما نصيحتكم لتلك الأسر؟ جزاكم الله خير. الإخبار بموت الميت وإعلان ذلك إذا كان يترتب عليه مصلحة من الدعاء له وحضور جنازته الصلاة عليه فإن هذا أمر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي رحمه الله في اليوم الذي مات فيه وصلى عليه صلاة الغائب، نعى النجاشي يعني أخبر بموته من أجل أن يدعى له وأن يحضروا صلاة الغائب عليه. أما إذا كان الإعلام عنه من باب الجزع والمباهات والمبالغة فهذا أمر لا يجوز. نعم. إذا مدار ذلك على النية؟ مدار ذلك على واقع الناس ومقصودهم بهذا الإخبار، وصفة الإخبار أيضا لا يكون فيه مبالغة أو فيه إشادة بصفات الميت ومدح للميت، وإنما يخبر بأنه مات لأجل أن يدعى له ويصلى على جنازته، وإذا كان عليه ديون لأحد فإنه يحضر لاستيفاء ديونه. فإذا كان يترتب على الإخبار عن موت الميت مصلحة فلا بأس بذلك، لكن بالصفة التي لا مبالغة فيها ولا مباهاة. نعم. فإن دخلت في المباهات والمبالغة فهي من المحرم، فهي لا تجوز. نعم. أحسن الله إليكم. قد تكون محرمة وقد تكون مكروهة. جزاكم الله خيرا.